وصية أخيرة لنا جميعا في أيام العيد. أيها المسلمون، أيام العيد أيام فرح وأيام توسعة وأيام صلة للأرحام وأيام عفو. اعفو عمن ظلمك، خليك أنت أفضل. لو في ظلمك اعفو عنه، أمشي أسأله لو هو قطعك، أدخل عليه في بيته، بارك له العيد وهنئه بالعيد وتعافيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم الذي يبدأ بالسلام. أيام عفو وأيام صفح وأيام لتجديد الصلة بين الناس وصلة الأرحام، مع التنبيه يا أخواننا على إنه صلة الرحم والدخول على الناس والأيام دي متاحة، والزول بيدخل على الجيران وعلى الأهل، لكن يراعي ما يدخل على النساء إلا من وراء حجاب. ما زي الناس اللي بيخشوا عادي، الواحد تلقاه خاشي على الحريم جوا ولابسين لبسهم العادي بتاع البيت، داخل عليهم وبسلم عليهم في يدينهم داخل جوا. لا لا، انت صح، دي أيام تهنئة بالعيد وتخش على أهلك وعلى أقاربك وكده، لكن بينك وبينهم حجاب. سلم عليهم وطيبهم وبارك لهم العيد وهنيهم، لكن ما تكسر الحجاب اللي بينك وبين النساء من بعيد إذا كانوا من غير المحارم. لو كانوا من المحارم، خالتك وجدتك وعمتك وبنت أخوك وبنت أختك وهكذا، لك أن تصافح في الأيدي ولك أن تجلس معهن وهكذا، هذا من المحارم. أما من غير المحارم من بعيد، سلم عليهم وهنيهم بالعيد. كذلك الخروج من البيت بالنسبة للفتيات، ما يخرجن إلا متسترات عفيفات باللبس الإسلامي واللبس الشرعي والزي المحتشم. وكذلك واجب على الرجال المحافظة على غض البصر في هذه الأيام بالذات، أيام العيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. أيها المسلمون، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد الخطبة واحدة، وبعض الفقهاء يرى إنها خطبتين، والمسألة فيها خلاف والأمر واسع، لكن الأصح الخطبة واحدة، وبعدها ليس هناك سنة يصليها الإنسان في المصلى، إنما يهنئ الناس بالعيد كما كان الصحابة يفعلوا، يقول الإنسان تقبل الله منا ومنكم، وغير من العبارات الطيبة الكريمة في التهنئة: كل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، وأن يجعل أيامنا هذه أيام بر وذكر لله وصلة للرحم واجتناب لكل ما هو منكر. نسأله تبارك وتعالى أن يبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.